السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان مبارك عليكم، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اللي تحبوه، برنامج ماجينة يا ماجينة. ومثل ما تعرفون أصدقائي، برنامجنا به أسئلة وجوائز ومعلومات، فلا تروحون بعيد، ابقوا ويانا. أصدقائي، اليوم راح نتكلم بحلقتنا عن موضوع مهم جداً، ألا وهو التعاون اللي كلنا نحتاجه من أهلنا، أصدقائنا، أخواننا، وحتى مجتمعنا، واللي تحث عليه أو تحث بالأحرى عليه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. أصدقائي، هنا قصدها الآية القرآنية بأنه نتعاون على أعمال الخير والأعمال الصالحة، مو نتعاون على أعمال الشر والعدوان وغيرها من الأمور الغير جيدة. زين، هسه راح تسألني يعني شنو هي الأعمال اللي نتعاون عليها؟ زين، يعني مثلا أساعد ماما بتنظيف البيت أو بطبخ الفطور، أو أساعد بابا مثلا من يصلح السيارة، يعني أجيب له الشغلة الفلانية، الأداة الفلانية، أو أساعده بأنه هو يعطيني شغلة معينة على قد عمري، أو أساعد صديقي أو زميلي بالمدرسة اللي لربما عنده درس ما فاهمه، أو أساعد زملائي بشكل عام بالمدرسة على تنظيف الصف. تدرون ليش؟ لأن المدرسة هي بيتنا الثاني، ومثل ما نحافظ على بيتنا لازم نحافظ على المدرسة مثل ما قلنا، لأن هي بيتنا. أصدقائي، أما الشغلات الموزينة اللي لازم ما نتعاون عليها، هي مثلا يعني واحد ويا صديقه يتفقون انه يرمون الحجاره او الحصى على بيت جوارينهم، او يتفق ويا صاحبه بانه يؤذي صديقه بالمدرسه او يتنمر عليه. كل هاي الشغلات مو زينه. ليش؟ لان هذا التعاون على الشر مو على الخير اللي قلنا عليه. واكو قاعده تقول اللي تحب لنفسك حب لغيرك، واللي ما تحب لنفسك لا تحب لغيرك. زين، هسه أصدقائي خلنا ننتقل لجولتنا الميدانية اللي راح نشوف بيها أصدقائنا اللي راح يشاركونا بحلقتنا لهذا اليوم، فأبقوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ أحمد. حمودي، رمضان كريم علينا وعليكم. ايش قد عمرك حمودي؟ عمري 11. حمودي، ما هو أول شيء خلقه الله؟ الحديد. بس ثواني، الحديد، القلم، لو الطين. الطين. القلم. القلم، احسنت، اجابه صحيحه. زين، عندك مشاركه؟ مشاركه. اهلين يا فرحه على وجهي الزكيه، اهلين يا عذبي ابتسامه رقيه، انت الامل يا امامي وظهورك بيتيه لدمعة فرح هاشمية، بيتيه لدمعة فرح هاشمية. للراية ذاك السيف كم يارت وحجاية، قائم ثاله للبيت نسمعها، صيحة حيدرية، صيحة حيدرية، امتانين وامتانين وامتانين مهدينا، تسوى نعيش لك عمر النجراح بالحب والأذية، بالحب والأذية. أفضل أعمالي تانات الغالي، حلي وترحالي، أتانا أمرك لعندي وما عندي من خير المهدي، من صبرك شهدي شحال أمرك. أفضل أعمالي تانات الغالي، حلي وترحالي، أتانا أمرك. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم الوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. احسنت، احسنت. وهاي الهدية اللي راح نقدمها. والان اصدقائي ننتقل الى مشارك اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. بس هنا وجهك على الكاميرا وزح عليك. شنو اسمك؟ كوثر. حسين. كوثر، رمضان كريم علينا وعليكم.
ايش قد عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين. كوثر، ما اسم والدة النبي عيسى؟ نبي عيسى نوجس. زين باعي، راح اعطيك اختيارات. سيدة مريم بنت عمران. سيدة مريم. سيدة مريم، احسنتي، جاوبة صحيحة. وهاي هي هديتنا اللي راح نقدمها. ليش؟ تفضلي. وهاي هدية أخرى مقدمة من قناة شهاب الفضائية. شكرا. والآن أصدقائي ننتقل إلى مشارك آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. شنو اسمك؟ حسين. حسين، حسوني، ايش قد عمرك؟ 9. 9. حسوني، أين يقع نهر النيل؟ في مصر. في مصر، عيدي الجواب. وين؟ في مصر. في مصر، أحسنت، إجابة صحيحة. هاي هديتنا اللي راح نقدمها لك، تفضل. وهاي هدية أخرى مقدمة من قناة شهاب الفضائية. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس هنا على الكاميرا جيري. اي شنو اسمك؟ ملاك. ملاك، رمضان كريم. عليكم. عليكم. ايش قد عمرك؟ 9. 9. ملاك، عندك مشاركه اي قرانيه سوره؟ قران. قل هو الله احد. يلا تفضل. الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا احد. لم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم، احسنتي. وهاي هديتنا اللي راح نقدمها لك. والان اصدقائي ننتقل الى مشارك اخر. والان اصدقائي ننتقل الى مشارك اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ فجر. فجر، رمضان كريم. عليك وعلينا. ايش قد عمرك؟ 9. 9 سنوات. زين، عندك مشاركه قرانيه؟ سورة قرآنية، قل هو الله أحد مثلا، هيك. يا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم، أحسنتي. وهاي هي هديتنا اللي راح نقدمها إلك، تفضل. هاي هدية أخرى مقدمة من قناة شهاب الفضائية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليكم. شنو اسمك؟ مؤمل. مؤمل، ايش قد عمرك؟ 12. مؤمل، ما هو الشيء الذي يستطيع أن يخترق الزجاج، يعني يفوت من خلاله، ولكنه بس ثواني، ولكنه لا يستطيع أن يكسره؟ الضوء. الضوء، أحسنت، إجابة صحيحة. وهاي هديتنا اللي راح نقدمها، راح نقدمها لك. شكرا. تفضل. وهاي هدية أخرى مقدمة من قناة شهاب الفضائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك انت؟ فقار. فقوري. وانت؟ ابو الفضل. زين، بيصف التو اول. اول. زين، انت؟ زين. 5 + 4. 9. 9. والتسعة منهم هو شنو؟ منهم هو الاولاد اللي يعني المعصومين من ذرية الامام الحسين. تمام. تمام. زين، وانت؟ 3 + 2. 5. 5، واللي هم منو؟ أصحاب الكساء. تمام، أحسنتم، إجابة صحيحة. وهاي هديتنا اللي راح نقدمها لكم. زين، يلا. وهاي هدية ثانية مقدمة من قناة شهاب الفضائية. تفضل أنت. إيه، تفضل أنت. يلا. والآن أصدقائي ننتقل إلى مشارك آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. عليكم علينا. شنو اسمك؟ عباس. عبوس، ايش قد عمرك؟ 9. 9 سنوات. زين عبوس، عندك مشاركة آية قرآنية؟ أحب أن نعطيك كوثر. يا تفضل. إن أعطيناك كوثر وصلوا ربك وانحر أن شانك والأبتر. أحسن، صدق الله العلي العظيم. وهاي هديتنا اللي راح نقدمها إلك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ حسين. حسين حسوني عينك على هالكاميرا. فرج اسمك هيجي. اي عافيه. رمضان كريم. وعليك. ايش قد عمرك؟ 8. 8. حسوني كم عدد اصحاب الكساء؟ 5. 5 تعرفهم؟ اي الامام الحسين الامام علي النبي محمد السيده فاطمه الامام الحسن. احسن. وهاي هديتنا اللي راح نقدمها. وهاي هدية أخرى مقدمة من قناة شهاب الفضائية. أصدقائي هواي من عندنا يحب يساعد ماما بالبيت بس ما يعرف شلون. هسه إحنا راح نقول له شلون. يعني مثلاً يساعد ماما بتنظيف الصحون أو إعدادها للفطور. يعني يجيب لها مثلاً الشغلة الفلانية أو يجيب لها مثلاً الفاكهة الفلانية أو الخضروات الفلانية. كل هاي تساعد ماما وتفرحها وهي تتعب هواي علينا. فاحنا لازم نفرحها من خلال هاي الشغلات، مو بس هاي الشغلات، اكو شغلات هواي نقدر نفرحها من خلالها. هنا اصدقائي للاسف انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقات جديده ونقول لكم مع السلامه. ماجينا يا ماجينا نورة شهاب وجينا، ماجينا يا ماجينا نورة شهاب وجينا، يا أصحاب يا أصحاب.